السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين سامعين كرام، هما پرسیان میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے سیڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی وضو سے فارغ ہونے کے بعد کی دو دعائیں انشاءاللہ تعالی ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے. ان میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھ لیجئے. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.